اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الاعزاء في حلقه جديده من برنامجكم المسائيه، واليوم حلقتنا جدا مميزه وموضوعنا بهم الشباب بصفه خاصه والمجتمع ايضا بصفه عامه. موضوعنا اليوم حيكون عنوانه فن اختيار شريك الحياه. كثير من الشباب بتراودهم كثير من الاسئله عند اتخاذ قرار في شان مشروع العمر، الا وهو موضوع الزواج وهذا المشروع. كيف نعرف أنه هذا الشخص مناسب لنا أو غير مناسب، وشنو هي المعايير الأساسية في الاختيار؟ وحيكون معي من داخل الاستوديو للإجابة عن هذه الأسئلة الدكتورة أسماء الزناتي، دكتورة علم النفس والاجتماع. أهلا ومرحبا بك دكتورة أسماء، منورانا. الله يكرمك، أهلا بك وأهلا بالسادة المشاهدين. طبعا اليوم دكتورة أسماء موضوعنا مهم جدا بالنسبة للشباب، ونحن مؤخرا بنشوف تأخر، خلينا نقول سن الزواج مقارنة بزمان. يعني لما نجي نتكلم عن موضوع الزواج ونقارنه دائما ب يعني آبائنا، بنشوف واتخاذ تجربتهم كمعيار للزواج الناجح، ولكن اليوم الوضع تغير تماما. تماما صح. بالنسبه لتاخر سن الزواج للشباب بصفه عامه سواء للذكور او الاناث، دي حقيقة. شنو الاسباب دكتور اسماء؟ والله اسباب كتير. بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه، هو انت قلتي مشروع العمر، الزواج ده مشروع العمر وهو اهم مشروع للانسان في حياته. يعني صحيح. ممكن يكون في مشروع مادي، مشروع يعني مشاريع كتير الانسان ممكن بياخدها او ياخد فيها او كده، ما دام هو مشروع العمر هو اللي بيأثر على جميع جوانب حياته، سواء كان بقى ماديه، وظيفيه، نفسيه. يعني فعلا الزواج ده بيأثر على حياته باكملها، يعني سواء بقى يكون سعيد او يعني، ولو كان سبحان الله المشروع مش ناجح بيأثر على شغله وعلى نجاحه في حاجات التانية فعلاً كلها. فعلاً. طيب تأثر الأخر بقى الزواج والتأثر السن اللي هو بقى بالعكس بقى الناس بعد الـ30 وبعد الـ40 وحاجات كده بنسمع عنها، كناش بنسمع عنها زمان. يا ترى ايه السبب في ده كله بقى؟ السبب أسباب كتيرة طبعا، منها ممكن عدم تحمل مسؤولية، وخصوصا بالنسبة للشباب الذكور ما بيبقاش عندهم يعني ايه ده، انا هتجوز وابقى عندي زوجة ومسؤولة عنها واولاد ومش عارفة ومدارس ومرض ودكتور و والحاجات دي كلها، تكاليف مادية كمان. صحيح. يعني باهظة. برضو دي بيبقى سبب، انت واخد بالك، بالنسبة للذكور يعني. برضو اللي هي ايه، طب ده تكاليف الزواج نفسها، مش بعد الزواج، ده بعد الزواج هيكون في مسؤولية. لا ده تكاليف الزواج بقى كمان، يعني عشان اقبل على الزواج هروح ادفع مهر وادفع شبكة وادفع 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 وحاجات كتيرة جدا. انا هعمل ايه؟ طب ما انا ما نعيش حياتي كده الواحد يعني سنجل وخلاص على كده ورايح دماغي وما اتجوزش وبلاها مسؤولية وبلاها مصاريف وبلاها مشاكل ممكن صحيح. تحصل. برضو من السبب الثالث اللي ممكن، يا ترى البنات بقوا اتغيروا، البنات بقى كانت لهم شخصيات مختلفه، بقى ما بقاش في حاجه اسمها طاعه الزوج او يعني او الحب، او حتى البنت بقت برضو ايه يعني عندها استقلاليه، فيعني كده لا انت مش كويس مثلا، شخصيتك مش كويسه، طباعك مش كويسه، اي حاجه ما عجبتهاش فيها، لا ما انا بشتغل انا كذا. صحيح. فانا معتمد على نفسي ماديا، فيلا نتطلق. الطلاق بقى بالعكس دلوقتي سبب يعني انتشار الطلاق زي ما احنا شايفين، انتشر بطريقه غير عاديه، فده برضو من ضمن الاسباب. طب احنا بقى بدل ما نعالج الطلاق، تعال بقى ناخد بقى اللي هو ايه بقى، اختيار الزوج الموافق او اختيار الزوجه برضو الايه يعني في التوفيق في الزواج، عشان ما تحصلناش مشاكل زوجيه او ما يحصلش انفصال وطلاق. انت واخده بالك برضو ده بالنسبه للذكور او الشباب. طب بالنسبه للبنات بقى، دلوقتي بقى ممكن تاخر الزواج، انا مش عايزه اتجوز اصلا، انا عايزه احضر الدكتوراه والماجستير واطمن على مستقبلي الاول العلمي، والعلم سلاح طبعا، العلم سلاح محدش قال حاجه، بس يعني يكفي البكالوريوس مثلا تاخديه وتقدمي في الدبلومه وبعد كده ارضي بالزواج، تزوجي وممكن تكملي في اثناء يعني وانت متزوجه عادي، ما فيش مشكله. انت واخده بالك، لا بقيت هي اللي عايزه تكمل لغايه ما توصل الدكتوراه، يعني يبقى عندها مثلا 40 سنه وبعد كده تبقى تفكر، هيبقى اصلا مشكله صعب، لان برضو هتقابلنا مشكله تانية اللي البنت هي اللي بتقدم لها، مش هي اللي بتروح تتقدم. يعني مثلا لو كانت شايفه الوقت ده مناسب بالنسبه لك، طب بس هل هو مناسب للعريس اللي هو يخبط على باب بيتك؟ انت واخده بالك، فالحته دي جدا مهمه. برضو نفس الحكايه، تقول لك لا انا لازم اتوظف
والجواز ده هيلهيني عن وظيفتي وهبقى فيها خلفه و و و، فمش مش هعرف يعني ايه ان انا اتمسك بالوظيفه ويبقى ليا وضع وظيفي كويس، فلازم لما اترقى واظبط نفسي واظبط وضعي احقق كل الوظيفي طموحاتي العملية. احقق طموحاتي العمليه وبعد كده ابقى افكر اتجوز. نفس الحكايه برضو ده سبب اهو بيأخر الجواز، انت واخده بالك؟ صحيح. بقت يعني ممكن كمان ده بقى عندنا في طلاق بقى، اللي هي اصلا كمان لو اتجوزت خلاص بقى انا ما انا عندي وظيفتي عندي كذا عندي كذا، وبقيت الحكايه مش عندها الجواز هو ده يعني يعني مثلا ممكن استسهل فكرة الطلاق. تستسهل بالظبط كده فكره الطلاق وخلاص لا تاخر الجواز بقى اصلا يعني، وممكن يعدي بيها العمر وما تتجوزش اصلا يعني، انت او يعدي بيه العمر وتلاقيه عنده 40 سنه و45 سنه وما يتزوجوا ما يتزوجوش يعني. فدي حته جدا مهمه اللي احنا ناخد بالنا منها، اللي هي يعني الجواز سبحان الله هي شريعه الله وسنه الحياه في الكون، فلا نعمل لها ضوابط يعني مثلا اه ليكي حق ان انت تتعلمي و و و، بس برضو ما يكونش السن اللي هو يفوت بيها او يسرح بيه او الكلام ده كله، يقول لك انا عايزه اتمتع بشبابي الاول اروح اتفسح وابقى حر نفسي ومش عارفه ايه، ولما بقى بعد كده بقى في الاخر بقى تبقى اشوف بقى حته الاولاد كأنه اللي فكرة مؤسسة الزواج حاجه هي ضغط حاجه سجن خانقه أو حاجه خانقه حاجة. وسجن بتخنقه، فلا تبقى دي نفكر فيها بعدين. فده للاسف هو بقى فعلا تفكير معظم الشباب. فعلا، يعني حتى نظرة المجتمع لما نجي نشوف مثلا الأمثال أو النكت دايما عن مؤسسة الزواج كلها بتكون بتوصف الزواج كأنه سجن سجن أو بالظبط، نهاية مطاف للأحلام سجن وعذاب وللطموحات. صحيح. للطرفين. يعني حتى لما نجي نسأل مثلا شخص متزوج أو صديق متزوج عن تجربة الزواج، أول كلمة بقولها إنه لا، ما أنصحك إنه أنت تجرب. ففكرة المجتمع نفسه بيغذي في يعني عدم الشراكة، أو إنه الزواج ممكن يكون فيه استقرار وفيه رحمة وفيه مودة حب. نعم مودة ورحمة صح وحب أكيد طبعا صحيح. أكيد طبعا. والأهالي كمان ما بتساعدش يعني، الأهالي بيجي الشاب ودي حتة جدا مهمة والله عايزين نقول ليها، اللي بيجي الشاب أنا عايز وعايز 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 ولازم تجيب لي بنتي وزيها زي مش عارفة بنت عمها وبنت خالتها والحاجات دي كلها والكلام ده كله، فدي حتة جدا مهمة. احنا عايزين أولياء الأمور يبصوا للشاب الغلبان ده اللي هو هل هو في سنك، واحد قاعد عندك قدامك عنده 25 27 سنة، هل هو في سنك عشان تقارنه بيك اللي أنت دلوقتي في مستوى مادي إيه أو في وضع اقتصادي ومادي ايه وكده، واللي انت عايزه يعيش بنتك نفس العيشه اللي هي عايشاها؟ ما هم بيقولوا كده، انا عايز فعلا بنتي تعيش نفس في العيشه نفس اللي هي المستوى. في نفس المستوى بتاع باباها. طب باباها ده قعد قد ايه؟ تفتكر نفسك كده اول ما اتجوزت كده في البدايه هل انت كنت عندك الماديات دي؟ فحرام لما تظلم شاب يعني اصغر منك ب 30 40 ب 30 سنه مثلا، صح كده بعد 30 سنه انت صحيح. وصلت لكده، تظلم شاب مثلا اصغر منك ب 30 سنه وتقول له انت لازم تكون تعيش بنتي في وي وي والحاجات دي كلها. فعلا إيه برضه مهم ما يعني احنا برضه من ناحيه او مع الاب اللي هو لازم برضه يضمن مستقبل بنته، ما حدش قال حاجه يعني، مش معنى كده هو تنازل عن مهر يتنازل عن صداقه يتنازل عن الحاجات اللي الشرع قال عليها، ما يتنازلش برضه اللي هو كمان عن اللي هو يكون الشاب اللي قدامه حاسس اللي هو فعلا متحمل المسؤوليه فعلا عنده القدره اللي هو يصرف على بنته يعني، ما نقولش اللي هو يكون في عدم التزام مثلا او تهاون في حاجات مثلا اللي هي تحقق لبنتك مستقبل كويس، او عدم ولكن قدرة الزوج على بالظبط فتح لا انت بيت. يبقى اللي قدامك ده هو مستقبله كويس باين من وظيفته اللي هو مستقبله كويس مخلص الجامعه بتاعته وعنده وظيفه ويعني ولو مؤمنه مستقبل صحيح. اه، بس ماشي النهارده مثلا لسه بادئ في بدايه حياته، بكره ان شاء الله لما يبقى قدك هيبقى في مستواه زيك واحسن كمان يعني، هو ليه مستقبل، المستقبل باين ورؤيته كده اللي هو لا ان شاء الله هيكون انسان ناجح وهيعيش بنتك عيشه كويسه، فالوسطيه كويسه ولا هي المغالاه بزياده ولا هي التهاون خد من غير مهر خد من غير كذا خد من غير كذا، طبعا دي حقوق البنت والشرع هو اللي كتبها، فحته الوسطيه دي كويسه. وفي نقطه بقى جدا مهمه عشان انا اوصل ازاي للوسطيه دي، اوصل للوسطيه دي اللي انا اشوف الشاب هل هو داخل على طمع ولا لا، وعلى فكره برده مش مقياس الطمع اللي هو يكون غني او فقير، دي حته جدا مهمه يعني، مش مثلا عشان انا جاي لي مثلا شاب مستواه اقل مننا مثلا او كده اللي هو ده معناه اللي هو يكون طماع، لا بالعكس في ناس اغنياء وبتبقى طماعه برده على فكره، دي مش مقياس، دي حاجه ممكن يقع الناس تقول لك زيت الخرخرين اه هم عندهم واحنا عندنا يعني، هم داخلين على اصلا عشان الماديات وده فعلا غلط، هو يعني الرسول ما قالش كده، قال اذا جاءكم من ترضون
عليه الصلاه والسلام: ان زوجكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، اذا تفعلوه يعني يكون فساد في الارض، فساد كبير يعني. تمام كده. فالحته دي جدا مهمه اللي احنا ناخد بالنا، ويحاول بقى يشوف بقى هل الشاب ده جاي بقى هو طمعان، بغض النظر عن اللي هو زي ما قلت لك مش مقياس فقره او غيره، هل هو طمعان ولا هو فعلا انسان يعني محترم وعايز يبني اسره، انت واخده بالك، ويعني جاي عشان يناسب ياخد بنته ويناسب باباها، انت واخده بالك يعني هي الاسس الصحيحه، جاي على الاسس الصحيحه ولا جاي طمعان في شيء او الكلام ده. طيب في حته طمعان في شيء او عنده مساله الماديات مهمه، بيقولوا انه من المؤشرات الخطيره جدا في يوم التعارف الكلام عن الماديات والتدقيق فيه، دي ممكن تكون من الاشارات الواضحه، لانه اذا كان اهل العريس او اهل العروس نظرتهم ماديه للموضوع، هل تفتكري انه ايه؟ بصي، هو البداية زي ما قلنا زي الرسول ما قال، احنا بنشوف الاول الشاب ده احنا اصلا موافقين عليه دينيا وخلقيا ولا لا، ويسألوا عنه. انت واخده بالك؟ طيب هو تمام، موافق عليه، وافق عليه وعلى عيلته، مش هو بس برضو، لان ما بتتجوزش الشخص فقط يعني، بتتجوز عيلته كمان. تمام، واقف على الاسره، وافق على الشاب واخلاقه ودينه وطباعه على قدر المستطاع اللي هو سأل فعلا وتمام، يبدا بقى في الامور الماديه دي. يبقى دي هي رقم اتنين مش رقم واحد. صحيح. ونتكلم برضو عنها عادي جدا، بالعكس الصراحه والوضوح بيبقى في الاول بيبقى راحه للطرفين فعلا. عشان بيجي بعديها خلاص ممكن الحنه، ويقول لك مش عارفه اصل الستاير كانت على مين، اصل الاجهزه الكهربائيه كانت على مين، ايه ده انتوا ما قلتوش كده، طب ما احنا كنا نحسب اللي انتوا اللي هتجيبوا، وتدخل بقى انت عارفه المشاكل للاسف، المشاكل اللي دايما بتحصل بعد ما قلبين اتفقوا مع بعد، او يعني خلاص ده خطوبه يعني بتحصل كتير يعني. وبتحصل كتير للاسف، وبتحصل كتير. طب ليه؟ ممكن يكون حصل كده بكتاب كمان، عقد قران او شبكه وخطوبه وهيصه والناس عرفت والكلام ده كله، وبعد كده يحصل برضه فسخ الخطبه. ده موضوع فسخ الخطبه ده عايز الموضوع على فكره، وحتى لو الموضوع يعني عدى وكمل بيكون في نقطه سوداء في النفوس بقى، في النفوس بقى اللي أيوة. هو جاي على نفسه عشان الموضوع يمشي. صحيح. فالحته من البدايه كده خالص قبل ما يعرفوا الناس وقبل ما يعرفوا اي حاجه، يقعدوا كده وده واضح، واللي مش فاهم حاجه يقولوا انت قصدك ايه، دي هتتجاب امتى، ده كذا بتاع، ويتفقوا خلاص راضيين من الكبيره للصغيره. بس ده لما يكونوا هم اصلا وافقوا على الشاب، على شخصيته، على اخلاقه، على اسرته، على كل حاجه. صحيح. يبداوا بقى في الماديات. طيب هي دي الحته المهمه دكتوره اسماء، واللي ممكن تكون حلقتنا يعني بترتكز عليها، اللي هي معايير اختيار الزوج المناسب. دائما بيكون في اختلاف في المعتقدات وفي الاراء، وكمان اختلاف في الطباع، فكيف انا اعرف اقدر احدد من هو الزوج المناسب، او هذا العريس هو الزوج المناسب او لا، مع مراعاه الاختلافات طبعا. طيب هي في حاجه مهمه جدا، وفي شخصيه نظريه كده عملها العالم إريك بيرن، عملها اللي هو ازاي بيتعامل الازواج مع بعضهم، او ازاي اللي انا اختار واتعامل، لان الشخصيات سبحان الله انماط الشخصيات مختلفه. طيب. وانا بصراحه مش مع اللي هو مثلا فيه، وممكن حد يجي يقول لك ايه ابعد عن الزوج، بص بقى انا هعدي لك كده 10 15، ابعد عن الزوج البخيل العنيد اللي مش عارفه المتسلط العصبي، انت واخده بالك الحاجات دي كلها، ممكن يجي يقول كده ابعد عن الحاجات دي كلها، وواحد اثنين ثلاثه اربعه، يحس ليه في الاخر جمعت لي مثلا او جمع لي 15 او 20 صفه، طب هي بقى ده هتعمل ايه بقى؟ ده كده مش هتلاقي حتى تتجوزه. ففي حته جدا مهمه اللي هو انا الشخصيات بتتراقى في معنى، بمعنى صح في عيب الشخصيه دي مثلا ما تقبلهوش، ماشي ليلى ما تقبلش العيب ده، ولكن ممكن سماح تقبل العيب ده. هو ده انت واخده بالك؟ يعني مثلا ليلى دي انسان عصبيه، ما ينفعش نجوزها واحد عصبي. عصبي ده يعني اي كلمه بتعملها حريقه، بيعملها حريقه، هي برضو نفس الحكايه، تبقى الدنيا هتولع بقى اكيد، والولاد بقى هيبقوا هم الضحيه، انت واخده بالك؟ فممكن لو حد هادي يتجوز حد عصبي، وحد هادي برضو في شروط، حد هادي يتقبل العصبي، يعني في نوعين من الهدوء، في واحد هادي يقول لك انا احب الهدوء كده، ما احبش الشوشره والازعاج والعصبيه، وهو بيكبت في نفسه، يعني مثلا لما حد يتعصب يكبت في نفسه، وبعد كده تلاقيها مثلا قعدت شهر شهرين ثلاثه كاتبه في نفسها، وفي الاخر تتطلق. صحيح. ايه ده انت ما شككتيش اصلا، ده انت ما قلتيش ما اصلا انت بتعمل كذا وكذا وكذا، فتحسي حته الكبت برضو ممكن نتكلم عنها، دي حته جدا مهمه اللي هي ازاي اللي انا يعني التغافل، ايه الفرق بين التغافل والكبت. صحيح. يعني اللي انا اتغافل واللي انا اكبت، دي حته جدا مهمه، لان برضو بيحصل بيجي فيها مشاكل كتير في الطلاق، اللي هي بتعيش وتبقى قاعده ساكته ما بتقولش ده عاجبني او ده مش عاجبني او ده غلط او ده كذا، او انا ما اقبلش منك الطريقه دي. صحيح. او الاسلوب ده او او او، وفي الاخر تيجي انا عايزه الطلاق وقولا واحدا، ليه يا بنتي ده انت حتى ما قلتيش انت زعلانه في مره او ما اظهرتيش، او انا كمان يكون غصبا عنه او مش قصده.
أو حتى كمان دكتورة أسماء ممكن يكون الطلاق يعني حل سليم جدا مقارنة بالأزواج اللي بيكونوا عايشين مع بعض في بيت واحد ولكن مثل الأخوان. طبعا طبعا دي في نقطه ثانيه، بس احنا عايزين بقى اللي احنا يعني نتجنبها في حته بقى وهو في اتخاذ شريكه الحياه دي. فاول حاجه احنا بدل الدين تمام والاخلاق تمام، تيجي الطباع بقى، لان الطباع ساعات بتختلف تماما وتلاقيها ممكن تبقى سبب في الطلاق. يعني هو كويس ولو جوز واحده ثانيه يعيش سعيد، وهي كويسه ولو جوز واحد ثاني يعيش تعيش سعيده برضه، ولكن مع بعضيهم مش عارفين يعيشوا سعاد. بسبب ايه؟ بسبب الطباع مختلفه. انت واخده بالك؟ يعني واحد مثلا لو واحد شكاك او غيور بالزياده، هل ينفع يتجوز واحده اجتماعية بالزيادة؟ لا. امتى مين اللي تناسبه الشخصية؟ تناسبه الشخصية انطوائية. مش هنخرج عشان هو بيغير عليها مش عارفة تروح عند مين ولا كذا. هي أصلا شخصيتها مفيش مشكلة، أنا أصلا عندي عادة البيت حلوة، أنا بيتوتية أصلا. أيوة. أنت واخدة بالك؟ ففي حتة اللي إيه، مين آخد ومين ما آخدش، دي المفروض أي حد مقبل على الزواج يروح لو هو مش قادر بنفسه، لا يروح لاستشاري نفسي أو اجتماعي أو اللي هو يساعده في كده، يساعده في الحتة دي. دي نقطة. نقطة تانية جدا مهمة، اللي هم في فترة الخطوبة للأسف بيبقى كل واحد حاطط تمثال أو يعني زي ما بيقولوا كده وجه كده مزيف للأسف، يعني اللي هو وجه جميل بيحطه ومش صحيح، اللي هو بقى أنا كويس وأنا لطيف وأنا وأنا وأنا، ده غلط. ويبقى مهتمين بالدباديب والحب والكلام، الحب والكلام ده كله. طيب دي حتة العواطف دي أكيد لازم تكون موجودة، وفترة الخطوبة هي فترة إعجاب وليس فترة حب. الحب الأساسي هو بيظهر مع الحياة ومع العشرة ومع اللي هي واقف جنبي وهو واقف جنبها وهو ساندها وهو ساعدها. دكتورة أسماء معلش من غير مقاطعة عليكي، وفكرة دايما الحب من أول نظرة، انه انا شفته من اول نظره خلاص هو ده عضلات الناس الهوائيه. أيوة. صراحه يعني هي الشخصيات برضو مختلفه، في حد عاطفي بزياده على اللزوم، ده انا شفتها مش عارفه شكلها ايه او من اول نظره وقلبي دق والحاجات دي كلها. ده اسمه اعجاب اول، ما اسموش حب، ده اعجاب من اول نظره، وده طبيعي وممكن بيكون عند الرجال اكتر، اللي هم يشوفوا من اول نظره إيه عشان جميله او عشان كذا يروح حبيبها مثلا، أو هي دي خلاص هي دي. أيوة. والكلام ده كله. ولكن مش الاعجاب، ما هو الحب موجود لازم يكون برضو يعني موجود، حاجة أساسية برضو، واللي هو الإعجاب حاجة أساسية، مش مفيش حد يتجوز حد مش متقبله، سواء كان ليه الحق على فكرة، اللي هو مش متقبل مثلا شكله، مش متقبل طباع، مش متقبل أي حاجة، كل واحد ليه شخص، كل شخصية ليها الحق اللي هي تبقى متقبلة اللي قدامها في جميع الجهات. ولكن إحنا بالنادي بس اللي إحنا ندخل العقل مع العاطفة، ما يبقاش عاطفة فقط، عشان اللي بيبقى ماشي ورا عاطفته وهواءه بس بيبقى، انت واخده بالك، دايما بيبقى ندمان. ولكن احنا عايزين عقل وعاطفه، احنا مش بنقول مثلا لا ما تاخديش وهو كذا وبتاع وما تمشيش ورا قلبك، لا انت يا ريت تشاوري الاثنين. بس العقل في الاول، في المقام الاول بالظبط، عشان ما تتعبيش بعد كده، عشان لو مشيتي ورا العاطفه. الحب اصلا انواع، منها درجه الدرجه الكبيره اللي هي العشق او الوله، لما بيوصل دي درجه مرضيه بقى، لو وصل ليها الشاب او الفتاه بيبقى عندهم بقى اللي هم ممكن ما ياكلوش ويتعبوا نفسيا ويخسوا ويجي لهم امراض، وممكن تبقى تتجوز تاني بعديه، ما يقبلش يتجوز عروسه تانيه هي دي بلاش، ويدخلوا في مواويل نفسيه غلط يعني عليهم اللي هم يدخلوا فيها، انت واخده بالك، ويدمروا مستقبلهم. يعني ممكن يتنيه طول حياته، بنلاقي بعض كده طول حياته ما يتجوزش عشان هو كان عايز الفتاه دي. تجربه فاشله صح، تجربة فاشلة، أو هو عايز ديت، أو هي نفس الحكاية تجربة فاشلة، أو هو ده يا بلاش، والحاجات دي كلها. فدي حتة جدا مهمة برضو نحطها في الاعتبار، اللي يبقى فيه توازن ما بين العقل والعاطفة في الاختيار الشريك. صحيح. يعني صحيح. وفكرة كمان دايما الصراحة والصدق، في كتير يعني لما يجوا يتكلموا عن صفات شريك الحياة، يعني أنا في الأساس بشوف إيه الصفات الحسنة اللي موجودة عندي والصفات السيئة اللي أنا لازم أغيرها. فبنشوف إنه بعض الشباب بيخلوا دايما فكرة التغيير بعد الزواج، بقول لك أنا حتغير بعد الزواج، ما أنا حتغير بعد الزواج. فالحتة دي برضو حتة مهمة جدا، وكمان اعتبار إنه الزواج مؤسسة علاجية، إنه ابني شوية طايش فأنا حجوزه إن شاء الله هو حيعقل والأمور تمشي تمام. نفس الموضوع بالنسبة للبنت، ما نفعت في الدراسة، تحصيل التعليم مش تمام، خلاص أنا أجوزها. ففكرة إنه الزواج مؤسسة علاجية، وفكرة التغيير بعد الزواج كمان. طيب هي بصي، على حسب بقى، هي الجواز يعني مؤسسة علاجية، هي مش ما اقدرش نقول غلط بنسبة 100% ولا صح بنسبة 100%، هو على حسب درجة الطيش او على حسب المشكلة اللي فيها الشاب او اللي فيها الفتاة. انت واخدة بالك؟ يعني مثلا شاب مثلا مش متحمل المسؤولية،
ودي بيحصل يعني بنشوفها، مش متحمل المسؤوليه، ما بيشتغلش في وظيفته كذا، نقول لك ممكن ان احنا نخطب له بس هو يكون جاب سن الجواز فعلا، ممكن ان احنا نخطب له عشان يتحمل المسؤوليه، عشان يعرف اللي هي مثلا هيبقى مسؤول منه زوجه واولاد و والحاجات دي كلها. طيب ده لما يكون الشاب ده في مرحله مثلا هو يعني مسؤوليته مش قد كده، نص نص، احنا بنحاول الاصلاح. ممكن في بعض يعني هي اتعملت دراسه في بعض الشباب لا بالعكس بيبقوا فعلا، بس ده بيبقى عايز بقى ايه مساعده من الاهل، الاهل هم اللي يساعدوا بقى الابن، وقفوا جنبه ممكن شويه لغايه هو ما ايه ما يشد حيله كده. ودايما حته الاهل برده حته جدا مهمه، اللي يعرفوه ان الحياه الزوجيه دي حياه مقدسه. لما يكون الاسره والاهل عندهم الطلاق سهل، وفي للاسف يعني ممكن يكون في العائله ناس مطلقين فالطلاق امر سهل، فتلاقي الشاب مش الجواز مش هيخليه يحل يعني يتحمل مسؤوليه ولا يحل مشكله، تمام كده. اما لما يكون الشاب وانا شايفاه اللي هو مش متحمل المسؤوليه بشكل كبير وانا عايزاه يشيل المسؤوليه، فببدا اخطب له عشان كذا والكلام ده كله واشجعه اللي هو بعد كده يبقى زوج وهيبقى اب و والكلام ده كله، مع مسانده الاهل اللي زوجتك دي ليها حقوق عليك كذا وكذا وكذا، واللي احنا الزواج ده ميثاق غليظ مش سهل، ما عندناش حاجه اسمها طلاق او كده، لازم اللي انت تتحمل مسؤوليه، يعني لو كان الطلاق اللي هو السبب اهماله او عدم تحمل مسؤوليته او طيشانه والحاجات دي كلها، لو الكلام ده كله والاهل مساندين ده ممكن يكون فعلا الزواج هو كبدايه لتحمل المسؤوليه، بس مش لكل حاجه، مش مؤسسه علاجيه لكل حاجه. يعني هو عنده مثلا انسان شخصيته فيها مشكله، في اضطراب نفسي او اضطراب سلوكي، تمام كده، زي الشخصيات المزوخيه الساديه، في انسان مريض نفسيا، ده هل الزواج ممكن اللي هو يعالجه؟ لا، تمام كده. فهي الحكايه حكايه ايه اللي هيعالج ايه بالظبط، انت واخد بالك؟ وبرده بيختلف كمان، في اختلاف كمان، اختلاف من شخص لاخر. يعني في واحد مش متحمل المسؤوليه بس يجي يتجوز، اه خلاص الجواز ده هو استقرار وهو سنه الله ويعني وده شيء كويس وبدا اللي هو ينجب فيحب اولاده وكده، وفي شخصيه مهما انجب عنده 20 عيل ولا حتى بيبص لهم، صحيح، وما يفرقوش معاه في حاجه، فبيختلف من شخص لشخص فعلا. وكمان من المشاكل اللي يعني كثيره جدا في العلاقات معظمها فكره الهروب من الماضي ونسيان شخص بشخص والمقارنه بين العلاقات، دي ممكن تكون اكبر سبب لانهيار العلاقه. طبعا اكيد. بصي هو حته اللي مثلا واحد خاطب واحده او متزوج، صح مش انت قصدك كده؟ طيب الخطوبه او الزواج، هو واحد خاطب واحده ومثلا ما حصلش نصيب، فالمفروض الصح او زواج الصح نفسيا اللي هو يقعد فتره يدي لنفسه يعني فترة كده للنسيان. هو الإنسان طبيعته من كلمة نسيان الإنسان بينسى، بس ادي لنفسك فترة. أما عشان تنسى واحدة اللي أنت تتزوج واحدة تانية فده بالعكس، وهتبدا بقى ممكن يكون اللي هو اتجوزها التانية دي يقعد يقارن بقى، اه ده التانية كانت كذا وبتاع، فيتعقد اكتر ويبقى بدل طلق مره يبقى اثنين وثلاثه، او فسخ مره يبقى اثنين وثلاثه، وانت واخد بالك هتبدا بقى المشكله اللي هو يتعقد نفسيا بقى من الجواز ومن النساء، او هي تتعقد من الرجال ومن الجواز والحاجات دي كلها. طبعا لانه يعني دي من المستحيل دائما انه نحن نعالج غلط بغلط، فالفكره زي ما ذكرت دكتوره اسماء من المهم جدا انه يكون في قرار يكون عقلاني جدا ويكون من غير اي مؤثرات عاطفيه بدوافع الكره او الانتقام او مساله نفسيه، لازم نحن نقدر نتجاوز كل التجارب الممكن تكون فاشله ونشوف الجانب المضيء في العلاقة والحياة. ويعطي كمان في حاجة برضو كمان، يعطي لنفسه فترة فرصة كده وفترة زمنية اللي هو يراجع نفسه. اللي حصل الانفصال اللي حصل ده كان بسبب خطأ منها ولا خطأ مني؟ عشان ما يحصلش الخطأ ده تاني، لو كان في أخطاء منه ما يحصلش يكررها تاني مع اللي هي الزوجة الجديدة أو الخطيبة الجديدة. صحيح، ودي ممكن يعني تكون من أهم المرتكزات دايما في التجارب، إن أنا أعرف أستفيد من التجربة اللي أنا كنت خسرانة فيها، وبالتأكيد الخسارة هنا بتتحول لربح إذا أنا فهمتها بالظبط. حتى لو في مثلا عيوب في الشخصية التانية خلاص أنا أتجنبها بقى، أبقى عارفة عيوب الأسرة دي أو الشخصية الإنسانة دي، واللي أنا بعد كده في الاختيار أحسن الاختيار مثلا هكذا. صحيح. أو عيوب فيه هو شخصيا مثلا، فاللي هو يقول لا أنا مش هغلط الغلط ده تاني، أو أحاول أحسن من نفسي أو الكلام ده كله. طيب يعني برأيك دكتورة أسماء، هل من الصحي إنه يكون في تعارف قبل ما ينتقلوا لمرحلة الأهل، أو خلينا نسأل السؤال بطريقة ثانية اللي هو الفرق ما بين زواج الحب أو الزواج التقليدي وزواج الصالونات؟
تمام، هو ده سؤال مهم جدا على فكره، والاهل دايما بيختلفوا فيه مع الـ صحيح. مع الـ يعني الاب مع بنته او الاب مع ابنه او الحاجات دي كلها. إيه طيب، هو في فرق بقى بين التعارف والحب؟ يعني هو لو تعارف، تعارف ممكن عادي ما فيش مشكله. إيه تمام، ويختلف كمان من الرجل للمراه. يعني الرجل ممكن يتعارف وكده قبل ما يقول لاهله، يعني ممكن هو يبقى خلاص ده بس مجرد اللي هو يقول مثلا لوالده او والدته في عروسه مناسبه وتعالوا شوفوا معايا برضو واختاروا معايا وشوفوا الاهل وشوفوا وشوفوا صحيح. وشوفوا. تمام كده. وفي برضو بيدخل لنا هنا برضو السن، هل هو سنه ناضج لحته التعارف؟ تمام كده، يعني هو واحد مثلا قصد اتخرج اصلا وبيشتغل فعادي ما فيش مشكله، هو هيعرف يختار مش هيبقى هوائي في اختياره. وفي فرق لما هو يكون لسه شاب في الجامعه او بنت في او برضه هي بنت لسه في الجامعه، في حته بيختلف اهوت من الرجل للمراه. تمام كده، وبيختلف من السن في السن. ماشي. فطب دلوقتي بالنسبه للبنت، احنا اتكلمنا عن الرجل، بالنسبه للبنت بقى، البنت اولا احنا للاسف بنلاقي دلوقتي سواء كان بنت او ولد جواز كتير انتشر، جواز اللي هم في الجامعه بيبقوا بمعنى اصح بيحبوا بعض في الجامعه وبعد كده او متعرفين على بعض في الجامعه وبعد كده يتجوزوا. اولا الزواج ده بيبقى السن لسه ما وصلش للنضج، اولا هو لسه هو في الجامعه ده لسه اتخرج؟ لا. هو لسه بقى عنده وظيفه؟ لا. هو يعني الناحيه برضو الاقتصاديه ماشي كده مش ظاهره عنده بالشكل الكافي يعني. طيب هل ده يمنع برضو، يعني هو لسه مش ظاهر وهي نفس الحكايه برضو ولا متحمله مسؤوليه؟ يعني انا اعرف مثلا في ناس فعلا اتجوزوا بالشكل ده ماشي هما بيحبوا بعض وكل حاجه، بس تحسي الحياه بتبقى صعبه عليهم، يعني الدنيا بتبقى شويه صعبه عليهم، الوالد هو اللي بيصرف على الشاب، انت واخده بالك؟ البنت ما بتعرفش تطبخ فمامتها بتودي لها اكل، يعني وحاجات زي كده، او المسؤوليه بتبقى كبيره عليها هي لسه صغيره. طيب هل ده يمنع ان احنا نمنع التعارف خالص او الكلام ده كله؟ لا، ما يخليناش ان احنا نمنع كده، ولكن بقى في حاجه اسمها اللي انا اوصي بنتي ولا انا اوصي ابني. وممكن يكون يلاقي فعلا بنت كويسه جدا في الجامعه بس يخليها في دماغه، انت واخده بالك؟ مش اللي هو يبقى التعارف وليس الحب، بحيث اللي هو لما يروح لاهلها وهو فعلا شاب قد المسؤوليه متخرج متوظف يقدر يقول له انا كذا كذا مؤهلي كذا اقدر اعيشها اللي هي العيشه المتوسطه او اللي هي المعقوله يعني، فيقدر اللي هو يقدم نفسه مش لسه شاب صغير والكلام ده كله، انت واخده بالك؟ عشان ما يتصدموش بعد كده هم ذات نفسهم يبقى يدخلوا كده في مسؤوليه كبيره عليهم وكبيره على سنهم وكبيره على وقتهم، انت واخده بالك؟ صحيح. وفي وقتها بيكون الحل الامثل هو الطلاق لمثل العلاقات دي، وبنشوف كتير بالظبط لان هم باصين بقى هيبقى بقى حته بقى الحب وفستان والهوائيه دي والفستان نزله والفرح وعلى حصان ابيض ويخطئوا الحاجات دي كلها اللي احنا عارفينها دي، فبتبقى دي بيبقى الشاغل فيها نسبه كبيره قوي، ما بيبقوش في دماغهم المسؤوليه، هو مش عارف اصلا هو هيتوظف ولا هيكون ايه ولا الحاجات دي كلها، فيعني ده يبقى اللي هو الحاجه الامثل. لان في برضه على فكره زواجات بتبقى كده وبتنجح، ما نقدرش نقول اللي هي كله بيفشل، انت واخده بالك؟ لا، في بينجح وفي كذا، يعني هي فيها الاثنين، فبرضه بيعتمد على نضج الشاب ونضج الفتاه، ممكن فتاه بتبقى في سن الجامعه ولكنها ناضجه جدا تحسن الاختيار، وبرضه ممكن شاب يبقى في سن الجامعه ويحسن الاختيار، بس حته بقى ننصحهم اللي هم يحسن الاختيار يبقى يدخلوا العقل في الموضوع وما يكتروش قوي في الناحيه الهوائيه، عشان او مثلا يبقى فيه اللي هو الارتباط الجامد قوي بحيث ان لو ممكن الاهل ممكن ما يوافقوش، صح ولا لا؟ تنوهم طول الجامعه وفي الاخر يجي الاب ما يوافقش، بنتي لا ما عنديش بنات للجواز وانت لا تصلح وانت وانت وانت، يبقى مين اللي اتكسر قلبه؟ البنت. والشاب برضه يتكسر. فاحنا عايزين نعمل يعني نحط كده اساسيات وبنود بحيث ان ما يكونش فيه مشاكل بعد كده عاطفيه او نفسيه ونكسر قلوب او يعني يجي لهم بقى ازمه نفسيه يكرهوا الجواز مش عارفه ايه الكلام ده كله. فحته انتوا كده يبقى فيه هو تعارف فقط وليس ما فيش ارتباط شديد، وفي حته اللي احنا العقلانيه والاختيار الصحيح، ويا ريت اللي هم لو كده يشاركوا الاهل، يعني برضه دي حته جدا مهمه اللي بتلاقيهم ما بيقولوش الاهل اي حاجه خصوصا في مرحله الجامعه. هم مثلا متعرفين على بعض والكلام ده كله وما بيعرفوش الاهل بحاجه، وفوجئوا بعد كده بقى اللي هو جاي عايز يتقدم او عايز بتاع. طب ما انت ما تشاركي اهلك في الاول قبل ان انت ما تتعلقي بيه، انت واخده بالك؟ عاطفيا بحيث اللي ممكن امك تقول لك طب لاحظي كذا، هو يعمل موقف هي تساعدك عليه بما انها عندها خبره فعلا اكتر منك. فعلا. ونفس الحكايه الابن يروح لوالده مثلا او لوالدته، فحته مشاركه الاهل من البدايه كده، انت شايف مثلا مواصفات انت شايفها كويسه بس لسه ما اتعلقتش، فقبل ما تتعلق شوف المشاركه، ويا ريت يكون الاهل برده ندعو الاهل اللي هم يكونوا
يعني متعاونين مع اولادهم، مش الرفض من الاساس، ولا يعني ما ترفضش الفكره، ولكن صاحب ابنك او صاحبي بنتك انت واخده بالك، وخدي ودي معاها في الكلام، شوفي فعلا هي رايها ايه، ممكن يكون شاب فعلا كويس، او ممكن تكون فعلا بنت كويسه. فيعني اديله شويه كده يعني زي ما بيقولوا ايه، يعني ما يبقاش شداد قوي، بحيث اللي هو يحكي وانت تبقى انت ممكن تقول الملاحظات بتاعتك، او اللي انت تنصح، او اللي انت كده، فهو كمان يستجيب لنصيحتك، ما يبقوش الند، لان بيدخل صحيح. في مرحله برضه وبنشوفها كتير، يا دي مش هتجوز وبيبقى ند الابوه او فعلا ند الابوها او الكلام ده كله، كده يا مش متجوزه والحاجات دي. وبتحصل مشاكل كتيرة وتفكك بالظبط للأسر. صحيح. بالظبط، احنا برضو مش عايزين نتجنب المشاكل دي كلها اللي بتحصل يعني. وطيب بالنسبة لي فارس دايما المثالية في اختيار الشريك، وفارس الأحلام أو فتاة الأحلام وانتظار هذا الحلم الجميل. الحلم الجميل. طيب هو بصي، اول حاجه لازم الام صراحه تقول لابنها او تقول لبنتها، والاب كذلك، اللي اي انسان انت يعني انت هتتجوزي شخص، الشخص ده مش ملاك ولا هو شيطان، هو بشر. بشر، نعم. في عرفي لا يبقى فيه عيوب، دي حاجه المفروض اي ام تقولها لبنتها او تقولها لابنها، اعرفي اللي ده هيبقى فيه عيوب، او اعرفي اللي دي هتكون فيها عيوب، فتقبلها بعيوبها. دي حاجه. تاني حاجه بقى، اللي في فتره الخطوبه دي هي فتره اختبارات، فانت شوف بقى هل العيوب دي تناسب عيوبك، هل انت تتقبلها ولا لا. نحن حنجي طبعا دكتوره اسماء لحته الاختبارات اللي فتره الخطوبه، لانه مهمه جدا، ويعني دي من اكثر الاسئله حقيقه. انا امبارح وانا بعد الحلقه، فكل الاصدقاء اللي والمشاهدين للبرنامج كانت من أكثر الأسئلة اللي طرحوها وحابين أنه يعرفوا الإجابة عليها، اللي هي اختبارات فترة الخطوبة. لكن خليني أرجع لك خطوة وراء في حتة اللي هي المثالية المطلقة وفتاة الأحلام، أو أنا عايزة ويكون كل الصفات تكون فيه كاملة. فالمفروض أنه هنا المقبل على الزواج أو مقبل على العلاقة لازم يكون عقلاني، ويعرف في الأول هل هو في الأساس هو كامل مكمل كما الطلبات اللي هو مستنيها، ام لا. نحن بشر، ممكن يكون فيني كثير من الايجابيات وكمان كثير من السلبيات. فالفكره دي مهمه جدا، وحابه انه يعني تنصحي الشباب في النقطه دي. بالظبط، الشباب والبنات الاثنين برضو نفس الحكايه. طبعا في الشباب انا بقصد الذكور والاناث. ايوه بالظبط كده، اللي في حد اي حد متقدم لك، او اي انت رايح تخطب اي بنت، فدي انسانه ممكن هيكون فيها عيوب، ممكن هيكون فيها نقص، سلبيات، الكلام ده كله، وهيكون فيها ايجابيات. فانت تشوف زي ما انت بالظبط عندك نقص وسلبيات، فهو الذكي يعمل ايه اصلا؟ يكتب اولا عيوبه هو. هو دلوقتي رايح هيتزوج بنت، انا ايه؟ انا مثلا عصبي، انا مش عارفه كده. المهم ايا كان العيوب بتاعته ايه، يكتب العيوب بتاعته ويكتب مميزاته برضه عشان يبقى عارف. طيب هيجي فتره الخطوبه، هو بقى لو كان في تعارف ده ممكن اللي هو يبقى عارف، مثلا هي ممكن تعرف مثلا في الشغل او كده، طب ده هي مثلا من النوع الهادي، مش من نوع، بيبين برضه بعض الشخصيه يعني الى حد ما، هيعرف. او اللي هو في خلال فتره الخطوبه لو ما كانش في تعارف، فالخطوبه دي هي فتره تعارف اصلا، مش فتره يعني لازم يكون الخطوبه برضه حته جدا مهمه، ما تقلش عن سنه. اما حته اللي بعد الجواز، بعد شهر وبعد شهرين وبعد الحاجات لا دي كلها. لا يعني دلوقتي في موضه جديده اللي هي فكره خطوبه وكتب كتاب او عقد قران في نفس اليوم من قبل غلط. الاهل. لا ده طبعا غلط جامد، يعني هو المفروض يكون في فتره خطوبه يبقى فيها اقل حاجه سنه، وبرضه ما تبقاش طويله قوي، بتتمسخ قوي يعني، ولما بتبقى طويله ممكن في بيبقى 6 7 8 10 سنين كده، لا دي صعبه قوي دي. فلا هي بتبقى مثلا سنه سنتين بالكتير. الفتره دي بقى فترة اللي انا مثلا، انا لو جيت زعلان إيه؟ انت مثلا تعملي ايه؟ لو اتعصبت عليكي انت رد فعلك ايه؟ انت بتكرهي بتحبي ايه؟ انت نفس الحكايه، انت وضعك وقت الزعل ايه يكون؟ في واحد وقت الزعل ما يحبش حد يكلمه، يحب يقفل الاوضه على نفسه، ووقت الزعل يزعق كلمتين وبعد كده يصحى. مواقف لازم تحصل، مواقف لازم. فممكن اللي هم في فتره خطوبه يقولوا، يعني مثلا واحده، ما البنت بتبقى عارفه تقول انا ممكن استحمل اي حاجه الا العصبيه. صحيح. استحمل اي حاجه الا البخل، ما يبقاش بخيل، استحمل اي حاجه الا العين، استحمل اي حاجه، انت واخده بالك الحاجات دي كلها. فلازم كل واحد يشوف ويبقوا صراحه مع بعض في الحته دي، تمام كده، ويشوفوا هل مثلا طب النقطه دي انا ما بحبهاش وانا برضو مش بحب، طب اتلاقى ازاي؟
لازم يكون في بقى حته التغافل، التنازل، انت واخده بالك الحته دي جدا مهمه، ولكن التغافل برضو بذكاء. يعني ايه؟ يعني في حاجات بسيطه انا ممكن اتغافل عنها، طب في حاجات هي بتضايقني جامد وهو بيعملها باستمرار، لا انا انبه عشان ما اقعدش اكتم 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 وفي الاخر اقول انا عايزه اتطلق، وهكذا هو بالنسبه لي هو برضو نفس الحكايه، انت واخده بالك؟ فيكون يعني هم داخلين مع بعض بيتكلموا، هم فتره الخطوبه احنا جايين هنا عشان يعني ان شاء الله باذن الله ناويين ان احنا هنبني اسره وعايزينها تكون اسره سعيده، عايزين دايما اولادنا. بنشوف في فتره الخطوبه دايما انه سواء الرجل او الامراه بيحاولوا انه يبينوا بشكل افضل او افضل ما عندهم وافضل مما عندهم او مش اللي عندهم اصلا، في تمثيل اصلا كمان. ده طبعا خطا جدا ومش يعني مش هو ده الصح يعني. طبعا هتكون لطيفه هتكون كذا ده اكيد يعني، يعني مش هتكون بطبيعتك قوي، بس انت حاول تقول لها الا ان تظهر بعصبيتك قدامها، على الاقل قول لها انا ممكن بتعصب. طب ما هو بيقول لك والله انا لو بادرت واتكلمت عن الصفات اللي مش حلوه فيني يمكن العريس يطير او العروسه ما توافق. لا هو ممكن يبقى ذكي، هو مش لازم يقول لها انا فيها عيب كذا، يقول لها إيه انت مثلا لو حد يجيب موقف كده يبقى ذكي، يحكي موقف حد عصبي، حد من عيلته مثلا عصبي، يشوف هي رد فعلها ايه، ويقول لها مثلا حد مثلا والله ده في مشكله بابن عمي مثلا اتخانق مع زوجته وكانت المشكله كذا كذا، يا ترى مين الغلطان فيهم مثلا، او انا رايي مثلا كذا، انت رايك ايه، مين الغلطان؟ هو عارف شخصيتها هو من موقف ماشي، ممكن ده حاجه بسيطه اهو. لا ده حاجه بسيطه جدا وذكيه جدا فعلا، هو حل سليم عشان انا اقدر اعرف رده فعل الشخص اللي انا حيشاركني حياتي بالظبط. من دون ما احرج نفسي او اتكلم عن ممكن تكون صفات سيئه، ممكن تكون انا بالنسبه لي الكلام فيها بيطلعني من دائره الراحه. بالظبط. وبعدين في حاجه جدا مهمه برضو كمان بيجينا مشاكل فيها، اللي هو ممكن يكون انسان كويس او انسانه كويس، ولكن هي الظروف اللي جمعتهم ببعض هي اللي خلتهم يحصل بينهم مشاكل. كمثال لما واحد مثلا طبيب دكتور، واحده طبيبه دكتوره تمام كده، طبيبه او دكتوره يعني، مهم مستواها التعليمي عالي، وخدت واحد مثلا معاه دبلوم او معاه بكالوريوس او كده، وممكن انا بشوفها مشاكل كتير، بيسافروا مثلا دول الخليج تمام كده، فبتلاقي هي اللي بتشتغل وهو ما بيشتغلش. دي مشكله، هو مثلا هي بطبيعتها انها بتشتغل، يبقى مين اللي هيهتم بالاولاد؟ خلينا طيب دكتور المثال ده جميل جدا، خلينا نحلل العلاقة دي. هي في الأول الدكتورة بعد ما وصلت خلينا نقول عمر متقدم بسبب الدراسة، ممكن برضو الدراسة فبترضى فبترضى بترضى بعريس أقل من مستواها، وبالنسبة للعريس هو مفكر في الدكتورة عشان بالنسبة للأمان المادي، تأمين مستقبله الاقتصادي تمام. فهنا بيكون الخلل من الأساس قبل ما نخوض في الحياة الزوجية وتفاصيل او تفاصيل التربية. هنا في الأساس العلاقة ما مبنية على مفهوم الشراكة، هي مبنية على مفهوم الانتفاع او النفع. فافتكر الأساس دايما لما يكون صح بالتالي بالتأكيد النتائج بتكون جميلة وبتكون مرجوة. بس هو سبحان الله يعني احنا بنقول اهو البنت ما تتاخرش قوي عن الزواج عشان ما تحصلش تقعش في المشكله دي، بس افرضي هي خلاص مش هتتجوز وهو جالها ده الزوج الوحيد، ترفضه وتقعد من غير جواز لغايه ما يعني خلاص عشان ما فيش الا زوج مثلا اقل منها، اكيد هنقول لها لو هي جات استشارت وقالت كده هقول لها لا تزوجي، بس حاولي انت تظبطي الامور معاه، هي بتحصل مشاكل هي ولا هي غلطانه ولا هو غلطان، ما هو لازم هو يهتم بالاولاد عشان هي منشغله في العمل، وهو نفس الحكايه عنده الرجوله، ويعني برده معلش ما تجيش تقولي لي فين الاكل، ما عملتش الاكل ليه، او ما عملتش واجب الاولاد ليه، كرامته ما تسمحش كده. فهو ولا هو غلطان ولا هي غلطانه على فكره يعني، هما بس بيحصل منهم مشاكل ممكن تؤدي للطلاق، وده بيحدث بالفعل، انت واخده بالك؟ فلو عايزين نحل المشكله من اساسها بقى، لا انت حاولي بقى ان انت يعني ما يمدش بك الامر وتسرحي عشان ما تحطيش نفسك في الموقف ده، لان احنا برضو لو اتحطت في الموقف ده ما فيش اي عريس يتجوزها الا اللي هو الاقل منها يعني، انت واخده بالك علميا او الحاجات دي كلها، اكيد هنفضل اللي هي تتجوز احسن من اللي هي تكون عريس وما تتجوزش خالص، انت فاهماني؟ فانا بقول لك بعض المشاكل هي بتبقى ما فيش سبب بين الطرفين، هي عندها حق تقول طب ما انا ده انا بشتغل وبعمل وبسوي والحاجات دي كلها وبصرف على البيت و وكده، طب اعمل ايه؟ ما هو لازم هو يهتم شويه بالاولاد، وهو يقول دي بتامرني او بتقول لي كذا وانا برضو كرامتي وبتاع، فمعلش بقى انت صديت كده تبقى الامور تبقى كده، وانت نفس الحكايه مدام اتخذت القرار لازم تتحملوا مسؤوليه القرار كل والاختيار واحد ده. كل فيهم يتنازل شويه يعني، هي برضو تبقى اسلوبها ما تحسس عشان يعني برضو هو راجل يعني، فتتراعي في الكلام وكده والحاجات دي كلها وفي الطلبات بتاعتها، وهو نفس الحكايه ياخدها بحسن نيه ويعدي وكده، عشان يعني انت واخده بالك الامور تعدي وما توصلش بينهم تتفاقم ليها الطلاق يعني. لا قدر الله.
طيب كمان موضوع الراحة النفسية، في كثير والله بنشوف أشخاص من أول مرة بقول له والله أنا ده مرتحتلوش، أو أنا مش مرتاحة خالص للتعامل مع الشخص ده، ومع أنه بكون مواصفاته جدا كويسة وسمعته جدا كويسة، ولكن في حاجة نفسية كده بعدم الراحة. هل تفتكري أنه عدم الراحة النفسية هو معيار أساسي لقبول أو رفض الشريك؟ بصي، هو معيار ولكن مش هو المعيار الوحيد. فانا ما اقدرش لو بنتي مثلا جت قالت لي انا مش مرتاحه للشخص ده برغم اللي انا شايفاه كأم، وهي شايفاه برضه تقول انا مش شايفه فيه عيب بس انا مش مرتاحه، اللي انا اغصبها عليه، لان اهم حاجه الرضا والاقتناع. ولكن انا بقى دوري كأم اللي انا انصحها بقى، طب شوفي، طب فكري بعقلانيه، طب حاولي اللي انت تشوفيه مره تتكلمي معاه، مش من اول وهله تحكمي عليه كده، اديها فرصه اللي هي تشوفه مره واثنين وثلاثه وعشره، تمام كده، ويمكن يحصل قبول. لو ما حصلش والبنت مصممه، لا طبعا ما فيش حد بيتغصب على الجواز الا الجواز، ما فيش فيه يعني ده الجواز ده بالذات لازم يكون فيه القبول التام عشان ما تحصلش فيه مشاكل بعد كده وبرضه يؤدي للطلاق. صحيح، وفكره انه انا اجرب مره ثانيه وادي فرصه واثنين هي وبالراحه فرصه مع بنتي، بالراحه مع بنتي، يعني مش لا مش عارفه انت بتدلعي، لا لازم، ما فيهوش عيب، حد طاين، هو في حد في ده اي بنت تتمناه، مش عارفه ايه، انت بتتبطري، انت ربنا هيعاقبك، انت مش عارفه هيحصل لك وهيساويكي، والقصه دي لا كلها والتأويل. بالراحه. يعني انا لو خدتها بالراحه اصلا واقول لها عندك حق تمام طبعا لازم تتجوزي واديها الاطمئنان، انا عمري ما هوافق على حد ولا هجوزك غصب عنك، ونفس الحكايه للشاب طبعا، يعني انا عمري ما هجوزك غصب عنك، ومفيش حاجه اسمها اللي هو يجبروا شاب على فتاه او يجبروا فتاه على شاب، انت واخده بالك في الزواج. فبس حته اللي انا اديهم الاطمئنان هيخليهم اللي هم يعني يخلي عقلهم الواعي والعقل المنطقي بتاعهم يشتغل، مش العاطفي بقى اللي هيبقى ندي ليا ولا هو ده او هي دي وخلاص على كده، او مش هتجوز الشخص ده اصلا انا عايز في دماغي مثلا شخص تاني، او في دماغي فتاه تانيه انا عايز اتجوزها، او مش كده حتى ممكن ما يكونش في دماغهم اي حد خالص، بس هو حته الغصب على حد بيبقى العقل العاطفي عنده بيشتعل وبيبقى عنده الرد هو لا خلاص ما عندوش فرصه اللي هو يفكر معايا. فانا لما اديها الاطمئنان، بصي اطمئني خلاص انا عمري ما هجوزك حد غصب عني، عمري هجوزك حد غصب عنك، هكذا، ده بيخليهم يرتاحوا نفسيا، فعقل المنطقي بتاعهم يقدر يستوعب النصائح اللي انا هديها لهم. ممكن يقول والله ده ماما عندها حق، والله بابا عنده حق، والله ده هو بيفكروا مصلحتي، والله كذا. حتى على الاقل لو يعني انت واخده بالك يعني حصلت خطبه او حصلت فتره تعارف، ده ماما كانت عندها حق، ده هو فعلا انسان كذا كذا، تبدا تتغير النظره اللي انا مقفوله منه او انا مقفول منها او الحاجات دي كلها. جميل. كمان ننتقل يعني جزء تاني ممكن يكون جزء أصيل في مؤسسة الزواج، اللي هو الأهل والحماة وتدخلهم في الحياة الزوجية. ممكن يكون يعني حتى بنشوف إن في كثير من الأزواج أكيد، وكمان بنشوف إنه في كثير من الأزواج بيبدوا حياتهم الزوجية في بيت الأهل. فنتكلم عن الحالات اللي زي كده دكتور اسماء. طيب هو والله احنا نتكلم، فاحنا نوجه دعوه بقى للاهل وكلام للاهل، نصائح للاهل ونصائح للشباب في نفس الوقت، يعني الاثنين. اول حاجه لو بالنسبه للاهل اللي هم ما تتدخلوش بطريقه يعني جامده، يعني الطريقه دي يعني سيبوا اولادكم يعيشوا مع بعضهم، اصل ممكن في حاجه ماما ده عمل لي كذا وكذا، حبيبتي ازاي ده مجرم ازاي يعمل معاك كده. الحاجات دي كلها هي ممكن اصلا تكون يعني بين الزوجين موده ورحمه، ما بتبقاش بين الابن وحماته. صحيح. او بين البنت وحماتها، انت فاهمه؟ فالموده والرحمه سيبوهم، يعني سيب لهم فرصه الموده والرحمه دي تكون يعني تنمو بينهم، ما تتدخلوش. هي لو عمل فيها في بنتك حاجه انت اكيد مش هتقبلها وهتشيليها له، لو بنتك نسيتها انت مش هتنسيها، فبلاش التدخل الشديد. انا يبقى لو في حاجه جامده جدا والراجل اللي انت مش متجوزاه ده مش سوي، انسان مش سوي، يبقى اتدخل. اما اللي هي الطباع العاديه واختلاف الطباع العادي والمشاكل العاديه اليوميه دي سيبيهم يا ستي، يعني سيبيهم عادي، ما فيش، انت واخده بالك؟ فيا ريت ما تتدخلوش. او الام برضو نفس الحكايه تتدخل في حياه ابنها، دي ازاي يا ابني ما بتفطركش، الحاجات اللي هي الحاجات اللي احنا عارفينها دي، تمام كده؟ انت وزنك زاد، انت وزنك نقص، انت باين عليك مش مرتاح، انت مش شكلك مش مبسوط، وكثير من الحاجات اللي ملهاش التفاصيل اللي ما ليها لازمه فعلا زي ما انت قلتي دكتوره اسماء.
وانا شاكره لك جدا حقيقه وجودك معي اليوم في استوديو المسائيه والنقاش في الموضوع المهم جدا دي، وكمان المعلومات المفيده اللي افدتيني بها واكيد افدتي بها سيد المشاهد. شاكره لك جدا، وكان نفس الحلقه طول اكثر من كده، في كثير من الاسئله اللي بخصوص هذا الموضوع، لكن ان شاء الله نحاول انه نخصص مساحات ثانيه للحديث في الموضوع ده لانه كبير ومتشعب ومهم جدا ومهم جدا. صحيح. شكرا لك دكتورة أسماء الزناتي، دكتورة علم النفس والاجتماع، شكرا لك جدا مرة ثانية حضورك معنا اليوم، وشكرا لكم أعزائنا المشاهدين على حسن المتابعة. إن شاء الله نلقاكم بكرة في نفس الموعد، نلقاكم على خير وصحة وعافية، في أمان الله.